هكا كيعيشوا وانتم مخرجين ولادكم كأن شيء لن يقع؟ واش بغيتوا تقتلوا ولادكم قبل الأوان؟ واش ما بغيتوا تشوفوا ولادكم يكبروا قدامكم؟ واش ما بغيتوا تشوفوا والديكم يبقوا معاكم؟ واش بغيتوا تخلي ولادكم يتامى؟ احنا كما كتعرفوا كنا دائما في الكونفينمون مازال ساهمنا كاتحاد وكجمعية ساهمنا في إطار تحسيس بهذا الوباء اللي تصب به العالم ومن ضمنهم بلادنا. لكن الان دابا خرجنا مع السلطات المحليه اللي باقا الان كدير الدوره الاخيره ديالها باش نقولوا لكم بان ملي سمعتوا الخطاب ديال سيدنا الاخير في طوره الملك والشعب باش تشوفوا الملك ديال البلاد انه ياخذ خطاب رسمي ديال طوره الملك والشعب ويخصوا كامل الوباء ولاحظتوا بان الملك كان مقلق سيدنا كان مقلق من الوضعيه عارفوا بانها دق ناقوس الخطر وفعلا يكفيكم انكم تشوفوا الارقام يكفيكم تشوفوا عدد الوفيات وفرة الارتفاع هل يعقل عباد الله في المغرب بعد ما كنا حنا 1000 ديال 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 الحالات المؤكده كتجينا غريبه ولينا كنسمعوا دابا 50000 طالعين 60000 وغنصور 100000 بعد ما كنا الدوله اللي كان كيضرب بها المثل واللي ضحات باقتصاد ديال المعلمه ضرب عصور هي كتضحي باقتصاد على اساس نقص من حده الوباء رجعنا للدوله التي يخيفون منها الجميع كل شيء كيقول لهم وياكم تمشيوا للمغرب وهل يعقل واش بغيتوا يا المواطنين ويا المواطنات فهموا دابا القضيه ان الدوله راه ما عندهاش امكانيات اقتصادنا على قد الحال مستشفيات ديالنا على قد الحال دابا الدوله والسلطات والحكومه قابت الواجب ديالها دابا الكره كاينه عندكم لقد طفح الكيل طفح الكيل الدوله تغلبات لان المواطنين ما ساهموش الله يجازيكم بخير واش بغيتوا تشوفوا دابا راه اللي مريض غيبقى في دارو اللي جابها في راسو تبقى في راسو راه ما كاين لقاح الادويه قلال رجل الاقتصاد ديالنا اقتصاد ديالنا لن يتحمل مستشفيات لن تتحمل وحتى المقابر يمكن ان لا تتحمل حتى المقابر عندنا محدوده واش بدو نحفروا الكوليج بدو نحفروا الثانويات ردوها مقابر واش بدو تشوفوا ولادكم كيموتوا قدامكم واش بدو تشوفوا ولادكم ولا باتكم كيموتوا حداكم واش بدو تشوفوا خوتكم وخواتاتكم كيموتوا قدامكم وانتم ما قادينش ديروا لهم والو والدوله ما قادش دير لها والو لان علاش ما احترزتوش واش عباد الله تعرفوا بان اللي كيمشي في الشارع كتشوفوه ما دايرش كمامه كدوز حداه ببساطه كاين شي اللي يقع انا بالعكس كنقول لكم انا هذاك اللي في الشارع وما دايرش كمامه راه هذاك مجرم راه ماشي الوباء اللي كيقتلنا اللي كيقتلنا هو هذاك اللي ما دايرش الكمامه ولو تشوفوه هنا وسليم ممكن تشوفوه كيدير الرياضه ويهز يحمل الاثقال راه هو حامل الفيروس غير المناعه ديالو باقا شاده ممكن تصبر ليه 15 يوم 20 يوم شهر ولكن ما غتبان فيه حتى يكون انه نشرها في جميع الاماكن والمقاهي الله يخليكم بركه المعانقه وقفوا ديك سيارة الرحيم واش الضروره واش من الضروره نمشي للحمام ونجيب فيروس يقتل لي ولادي ويقتل لي عائلتي واش من الضروره نمشي للشاطئ اللي نجيب منه فيروس يقتل لي ولادي ويقتل عائلتي ويقتل احفادي ووالديا واش من الضروره نمشي للاسواق نتزاحم في الاسواق باش نجي نجيب فيروس يقتل به الشعب ديالي الله يخليكم تقوا الله في نفوسكم تقوا الله في بلادكم تقوا الله في ولادكم تقوا الله في الشعب باكمله الله يجازيكم بخير راه الوضع والله خطير جدا تحملوا المسؤوليه ديالكم تحملوا المسؤوليه ديالكم راه الدوله اللي عليها دارتو ما يمكنش نحطوا قائد على كل مواطن ونحطوا بوليسي لكل مواطن ونحطوا مخزنك على كل مواطن وعامل كل مواطن ووالي لكل مواطن الدوله قانت باللي عليها السلطه قانت باللي عليها انتم دابا الكره كاينه عندكم تحملوا المسؤوليه ديالكم قدتوا تحملوها تحملتوها ما قدوش تحملوها راه الوضع انتم اللي غادي تصابوا واش بغيتوا تخليوا هذه البلاد بلا شعب راه حنا غاديين في هذا الاطار هذا راه غاديين ب 50000 وكنطيروا ب 10000 ماشي كنطيروا بمئات كنطيروا بالالاف باش كنطيروا في الوباء دابا الوضع خطير الله يكثر خيركم دابا تحملوا المسؤوليه ديالكم بغيتوا تعيشوا لكم الخيار بغيتوا تموتوا لكم الخيار والسلام عليكم.